أما شو صافي اللي في هذه اللحظات مشاهدي الكرام تدخل العناصر الأمن هذا وصحابه هذاك وصحابه يعني كيف مشوا معنا مشاهدي الكرام لحظة اعتداء خطير هنايا وسط المدينة كيف ما طلعنا معنا الآن تدخل العناصر الأمن مشكورين المجرم ها هو هنايا عيون الناس ما يفكوا فيه عيون الناس ما يفكوا فيه هذا المجرم خطير
واحد راه ما بين الحياه والموت هي راه واش تو دبرك الكاميرا خويا. هادشي في مدينه الدار البيضاء بالضبط في وسط المدينه. انا درت 40 وجوج وغادي نقرا عاود هذا هو المجرم. هذا هو المجرم. هذا هو هذا هذا في الحياة الموت صح؟ غريسوف لا من عرضه فين ضرب؟ من ضرب الهيب في البيسي الله يحفظك ما كتلاحظوا معنا مش الإيران تدخل ديال العناصر الأمن مشكورين يعني في صراع في أحد أزقة وسط المدينة عيط على أصحابه ترى هبط في المطر ترى جاو هجمه شوف نزل عنده صحابه بالماطر جاو عنده وحدين بالماطر تفاديا يعني ممنوع علينا نبينوا الشخص اللي مضروب ممنوع علينا نبينوا الشخص اللي مضروب نبينوه عن بعد هو هذا شخص راه بين الحياة والموت باقي على قيد الحياة باقي كيف تكلم في انتظار حضور سيارة الإسعاف من أجله نقل ديالو للمستعجلات باش يتلقى الإسعافات الأولية المشاهدين الكرام غادي نودعوكم على امن تلقاكم بث مباشر اخر ان شاء الله الى اللقاء.